أذن نحييكم أيها الكريم أيها المتابعون نتابع عشوتنا من هذا الميدان ميدان السمحة لسباقات الهجرة العربية الأصيلة. وصلنا للشوط السادس الذي يحمل عنوان الأبكار المهجرات الأصيلة للسنة. اللقاية كل التوفيق للجميع المشاركين، تهانينا وناموس. تابعنا أشعار سعيد بن أحمد بن عود الرميذي الذي كان عن طريق أبعاد الذي قدمت العرض الذي تشكر عليه. تهانينا لكل الفائزين، ننطلق بشوط لا يقل همية، نتمنى التوفيق للجميع بالإنجاز المستمر. ننطلق إلى مقدمة المسار من تحمل الصدارة والإبداع الأول. متعبة هي تتقدم، يتابع سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري يتقدم إلى المسار الأول. النقلة التالية إلى المركز الثاني من تتأتينا بالمسار الأجمل. هناك مراسيل الذي قادمة يرافقها عبد الله بن احمد العود الرميذي. النقل التالي الى المركز الثالث وصول من حاف الذي قادمه عبد الله بن احمد العود الذي يتقدم على المستوى الثالث. المركز الرابع غدوم جميل ما شاء الله وصايف الذي قادمه أول واصلة الذي قادمه محمد بن فري بن علي بن حمود الظاهري يتقدم الأشعار الاقتصادي عبر هذه الأسماء القادمة. النقلة التالية مباشرة وصلت ملامحية القادمة عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي على المستوى الخامس والمركز السادس. جولة جميلة للأسماء الذي قادمة، أشوف شواهينية القادمة من يرافقها بالمتابعة، ولكن بتعرف عليها. الأشعار واضح عندك يا أحبابي، ولكن بنقول هناك الذي يتابع إذن عودة يا حول الكريم أيها المتابعون، لنا عودة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول. الرحلة هي تتقدم إلى المسار الأول. الثلاثية تأتي على بداية الشوط، يتقدم ممثل هذا الميدان يسير بخطى ثابت. مراسيل هي الأقرب على ما يبدو لتقدم رسالة ممتازة، تضيف لنا نقطة رابعة على التوالي من يساندها بالمتابعة. من حاف هي القادمة، الأشعارين يتابعن عبد الله بن احمد العود الرميذي انطلق الى ثالث الاسماء. شوف هناك المركز الثالث، متعبه هي القادمه، ابو عبد الله يتقدم من موقعه. هناك الجعفري قادم بكل ابداعه. النقله التاليه الى ثالث الاسماء هو المركز الرابع، غدوم مميز ما شاء الله. الاشعار الاقتصادي الذي قادم محمد بن فري بن علي بن حمود يتقدم لنا بهذا المسار. النقله التاليه الى خامس الاسماء، ودبنا الى المركز الخامس، ملامحية قادمة عبد الله بن احمد بن عود الرميثي. والمركز السادس وين؟ نتابع المركز السادس، من يتابع هذا الشعار الذي قادم عندك يا احبابي؟ شواهين هي القادمه، فلاح بن علي بن مصلحة الاحبابي قادم بالمستوى السادس. هذه الست الاوائل الذي تابعناها الى حضرتكم، ولكن انتظروا المزيد، انتظروا العديد، اسماء قادمه والله ترعب الاشعارات الذي واصله. الكل قادم يبحث عن الانجاز، ولكن ممثل سمحة ما في حيلة، ما في حيلة بالعود. صلوا على النبي يا اخواني. يضيف لنا نقطة رابعة على التوالي، بدأ بالانفراد المبكر. مراسيل، مراسيل الأقدم بالانتصار، بدأت تشارب الإعلان، بدأت بالاقتراب. الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، ولكن هنا المركز الثاني. الغدوم التحرك، الله يا متعبة، غادم أبو عبد الله بكل جديد. سلطان
حسن بن عبد الله بن سعيد الجعفري يتقدم من المركز الثالث. شوف هناك ملامحة عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي المركز الرابع. عندك يا عبد الله يا بن أحمد بن عود الرميثي المركز الخامس. وين يا مصور يا العزيز؟ عاطني الأشعارين الذي قادمين. ما يبنى الانطاري ولكن بن عود إلى الصدارة. وين العودة مراسيل؟ وين يا أخواني؟ متعبة واصلة، متعبة قادمة، مراسيل تغادر أنها تحمل رسالة الإنجاز، تحمل رسالة الإبداع. عندما نعيد لهذا الشعار قدم الكثير ياتي بالجديد. سلام بأحمد سلام خلاص يغادر بالنقطة الرابعة. عطنا جولة يا محمد يا زميلنا، عطنا جولة، غلق سريعا على الغاية، إبداعا في إبداع. الله الله الله، وين الرحلة يا بن عود الرميثي؟ السلام يا بدولي لهالي السمحة. التحية موصولة لعبد الله بن أحمد بن عود الرميثي، والتهاني موصولة لسعيد بن أحمد بن عود الرميثي. مشكورين على المتابعة، على هذا الإبداع. النقطة الرابعة، والله قدم لنا هذا الشعار الإبداع. سلام السمحة، سلام سلام بن عود الرميثي، سلام. مشكور يا أبو أحمد مشكور، قدم رسالة مبدع، مبدع وإنجاز كبير للغاية، لحظات الإبداع. شكرا لعبد الله بن أحمد بن عود الرميثي راعي مراسيل المركز الثاني. أيها حبل الكريم، أيها المتابعون، بناخذ من خلال الشاشة، كان دخول جميل مميز. شكرا لكل طقم العمل المتواصل، بناخذ التوقيت حتى تصلنا بقية الأسماء ولا بوصلتنا الأسماء. إذا بنتابع المركز الثاني، كان التهاني وناموس لمالك صبا. هناك عبد الله بن هضبان العامري على أو صواب، نعم، على المستوى الثاني لعبد الله بن هضبان العامري على المستوى الثاني. والمركز الثالث عندك يا عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي. المركز الرابع عندك الجعفري، كان بقيادة سلطان بن عبد الله الجعفري. والمركز الخامس التهني موصولة للسيل بن سالم العامري بالأسود العامري. والمركز السادس تحمل الرقم 32، تهانينا وناموس لمحمد بن راشد بن خلفان المنصوري. كل التوفيق للجميع. على التوقيت 6 دقائق 9 ثواني و36 جزء من الثانية. توفيقنا للجميع.